Ali Schley. انت الحرة بين انساهم، انت الفن وانت لالاهم، تصنيفك تفوت قداهم وتشفيهم من نار القايدة. طيب نقلي ولا نشوي، معون كله ما يلصقش فوق الغاز ولا في الكوشة، كي تغسل ما يتجرحش. هذا المعون وهذه احسن جودة، خلي الناس تشوف ومعنا تعرف الفايدة. احسن ما في السوق ليك والباقي العائلة، ليك انت تحمل وتمنى المايدة. او ام اس كوزيني اوترمون. يا اللي بك فرحتنا، تحلى بك قعدتنا، والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. وردة سرنا المحبة. تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفتي توا سر تن البدر وهل يخفى القمر؟ صباح الخير، مرحبا بكم اليوم في حلقه جديده من برنامج الماتينال. اليوم باش نحكيو على كل ما هو كاموفلاج نتاع سيكاتريس نتاع حروق نتاع اي حاجه مقلقتك، كيف زاده باش نحكيو على المراه في دارك كيفاش نجم تعمل مشروعها الخاص، وكيفاش تاثير ممكن وسائل التواصل الاجتماعي على نفسيه الاشخاص، وهل الشخصيه لازم تكون هشه والا قويه. احنا باش نشوفوا بعد شويه. زاده مدام زينب البرقاوي باش تكون بحذانا باش تحكينا على حاجه ياسر ياسر سبيسيال. اما الانطلاقه كما العاده تكون صباح الخير للشيف. صباح الورد فاطمه، صباح النور، نهارك سعيد. شيف فتحيه نقول لك صباح الخير. صباح الخير، نهاركم زين. حاضر شيف فتحيه، امورك مريقله؟ اموري واضحه. الوغ شنو عندنا اليوم؟ الوغ اليوم باش نوريكم كيفاش تعملوا لي غافيول ازياتيك. دي غافيول هما يعملوهم في جابون، في الصين، في برشا بلدان. العجينه نتاعهم تخي سبيسيال، تو نوريها لكم. ومع هذايا باش نعمل لكم تويل بالجلجلان. الوغ اقعدوا معنا. يعطيك الصحه، هاكا ما يتكلفش اليوم الديسير نتاعنا، حويجه سهله برشا. كيف كيف لي دامبلينغ نتصور ما يتكلفوش، هذوما كيما لي دامبلينغ مي دي غافيولي باش تعملهم شيف فتحيه. انا مشاهدينا معكم باش نقدم لكم زوز وصفات، نصبحوا عليكم ديما بالخير من كوجينتنا وبالخيرات، الخيرات متوفره. اليوم باش نحضروا غراتان سهل برشا. الغراتان هذايا باش يكون فيه خضره، تنشوفوا شنية معاه. مانيش نعمل صوص نتاع الحم، عندي اقتراح ليكم باش تعملوا به الغراتان، وحضرت لكم ديجا البشاميل كيف ما تشوفوا فيها باش نقدموا كيف ما قلت مكونات اخرى. شوفوها بعد ما نمشيو الفاطمه السويد، ما تنسوش عندي بلا اخر تنقول لكم عليه بعد ما نمشيو الفاطمه كيف ما قلنا ونرجع. الانطلاقه باش تكون مع احمد اجبالي، نشوفوا شنو محضر لنا احمد اللي هو واحد من الشباب اللي بعثونا برشا فيديوهات، يعطيهم الصحه. شوفوا احمد واعطونا رايكم في الماتينال، يواصل معنا والا لا؟ نفرجوا مع بعض. يا من بعد اذنك على الكاميرا راني نجم نشوفك حتى هكا. تسمعني تسمعني؟ ما شاء الله على ولدي، ما شاء الله على ولدي. شوف فيا والله، شوف فيا انت في الصاله يا ما شاء الله على ولدي، ما شاء الله على ولدي، ما احلى ولدي. شوف فيا انت قاعد تشوف فيا. اي اي بيه انت وينك؟ انت تو وينك؟ ساني في الصاله يا ما. في الصاله والله، في الصاله نتاعنا والله، في الصاله نتاعنا. اي مال شنو يا ما، نكلم فيك على الماسنجر. اي بيه يعني جاي انا في دار الضيوف كيما قلت لك. انا جايه يا ساميه، ساميه ايش شوف ولدي، ايش شوف ولدي.
لا يا ما يا ما اتكلم فيك انت. ايه يا باش تكلمك انت سامي. اهلا 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 ودي الغالي، ما شاء الله ما شاء الله. والله لاباس عايشك شحوالك، بارك الله عليك. يعيشك يعيشك. ايوه معك عمك المنجي. اهلا اهلا عمو. اهلا 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 ولدي. والله الحمد لله. وينك ولدي؟ اهلا الحمد لله عايش. ما شاء الله ما شاء الله كبر عايش. كبر. ايوه معك عمك مختار عايش ولدي. اي 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 بسلامة. ميرسي احمد جبالي، ويعطيهم الصحة زادا الناس الكل اللي بعثونا فيديوهات. نجموا تبعثونا فيديوهات اللي تحب عليهم، ابعثونا على باج الماتينال واحنا من بعد نرجعوا نتصلوا بكم، وان شاء الله اذا كان عجبنا المحتوى نتصلوا بكم ونعطيكم التقرير نتاعكم معنا في البرنامج. اما احنا تويكا مع بعضنا نرحبوا بمدام فاطمه مبارك اللي هي ديرموغرافي. صباح الخير. مرحبا. شنو احوالك؟ عايشك صباح النور صباح الفل. مبروك سعادي كرجيت. بارك الله فيك يا لله. دونك اليوم باش نحكيو مدام على كل ما هو كاموفلاج، الناس اللي ممكن عندها مشاكل في جلدتها بشرتها، كيفاش نجم تغطي الحكايه هذيا؟ اي بالنوفيل تكنيك اللي هي ديرموغرافي ريباراتريس ميكرو بيغمونتاسيون. ديرمو بيغمونتاسيون عندها برشا معاني، لكن كلها تلمها ديرموغرافي. باهي هذا باش نتعرفوا عليه بعد شويه. كيف كيف نرحبوا بمدام ناجيه بن هلال اللي هي مستشاره في تطوير المشاريع ورياده أعمل. صباح الخير مدام. صباح الورد وصباح الياسمين. يعيشك. اليوم مدام من خلالك باش نشجعوا ذولي مش نساء بركة، حتى الرجال اللي ممكن يقول لك أنا بطال وقاعد وما عنديش خدمة، كيفاش ممكن من فكرة مشروع صغير في الدار تنجم يولي مشروع كبير؟ أكيد، واللي هي في دارك تنجم تكون عندك أفارك، فوالا كيفاش نقطة الانطلاق وسبرينغ بورد اللي هي لو بوان دو ديبار نتاع كل امراه تونسيه ونتاع كل راجل وشاب تونسي في تونس. حلو برشا مدام، دونك خليك بحذانا ونبداو نحكيو على كل ما هو كاموفلاج. سا مدام كيف نحكيو، انت كخبيره ومعتها وعندك الكابيني نتاعك وكل شيء، شنو ممكن اكثر الحاجات اللي جوا عليها التوانسه المشاكل اللي مقلقتهم في جلدتهم؟ هل هي مشاكل نتاع حروق ولا نتاع ممكن سيكاتريس نتاع صغر والا شنو بالضبط؟ هو الكاموفلاج معناتها بالتحديد للناس اللي عندهم دي بروبليم كيما انت حكيت، معناتها لي سيكاتريس لي برولور، معناتها الناس اللي عندهم دي بروبليم عملوا دي اوبيراسيون بار اكزومبل. الاوبيراسيون ماك تعرف تبقى بعد سيكاتريس، تبقى السيكاتريس تعطلهم في حياتهم سواء كان المهنيه والا حياتهم العاديه، معناتها تكون فما بروبليم معناتها في الكوتي بسيشيك من السيكاتريس هذيك. توا بتقنيه جديده اللي هي الكاموفلاج ولينا نغطيوها ونغطيوها لمده اعوام، معناها معناتها تتغطى من العامين 5 سنين، وصلنا توا حتى في البيغمونتاسيون للعشر سنين انها تتغطى. معناتها الانسان هذاك ينجم يعيش حياته عادي سواء كان فور اكزومبل اللي عنده برولور محروق يتغطى الحريق هذاك. وفما توا تقنيه جديده ان شاء الله مره اخرى نحكيو عليها بالكدا اللي هي الوايت سكار. الوايت سكار تنحي البرولور كومبليتمون. فوالا تغطيه ولا تنحيه؟ تنحيه حتى ان دوغري، حتىش التروازيم دوغري معناتها الاخر دوغري بيان سور. معناتها ديجا عندنا بدينا فيها معناتها في سنتر في فرنسا وفي في تونس كيف كيف، معناتها تقنيه باهيه برشا اما يلزمها باش نفسروها لهم بالكدا. باهي هذيك خليها حلقه على روحها. اليوم نحكيو كان ممكن كاموفلاج. كاموفلاج كيما قلت لك نغطيو، بمعنى تجينا الباسيونت عندها لاكت مثلا بار اكزومبل في سيكاتريز ابدومينوبلاستي اكثر معناتها سيكاتريس وتقلق نسي بعد ما يعملوا لوبيراسيون نتاع الاستيتيك، تقول لك انا معناتها نحيت الفونتر كل لكن انا قعدت لي سيكاتريس. السيكاتريس هذيك احنا نغطيوها بيان سور عندها عمر معين الكاموفلاج كما قلت لك عامين 5 سنين 10 سنين، هي تختار الوقت اللي هي تحب قداش تحب تبقى مغطيه. بيان سور لي برودوي اورجانيك ما فيهمش حتى ايفي انديزيرابل معناتها على البو، معناتها لاك دي سهله ما فيهاش راهي لا بونج لا عمليه لا شقان لا حتى شيء، معناتها جوست معناتها معناتها برودوي يتحط. خلينا نحكيو على التكنيك بعد شويه مدام، لكن خلينا نرجعوا نحكيو على الكاموفلاج. تقولي انت حروق ولا جروح ولا سيكاتريس سيكاتريس نتاع عمليه، فما زاد الكاموفلاج نتاع الشعر ماهوش كاموفلاج نتاع الشعر، فما ميكرو بيغمونتاسيون تريكو بيغمونتاسيون بالاوضح. تريكو بيغمونتاسيون هما لي بوال 3 دي. توا فما نعرفوا اللي فما الغريف اللي هي الزراعه، الناس اللي عملوا الزراعه فما ناس تنجح لهم فما لي ما تعرف حسب الحاله، وفما ناس حتى كي معناتها يعملوا زراعه وما ياخذوا لهم معناتها لي بوال باش يزرعوا تبقى البارتي ديما ناقصه. عملوا البيغمونتاسيون البرودوي هذايا اللي هو 3 دي يتحط في الشعر كيما تشوف هنا، معناتها يتحط انت ما عادش ترى اللي عنده شعره فارغ.
كي تراه 3D تشوف عنده شعر وهو هذيك بيغمونتاسيون نحن برودوي حطيناه لكن ديما نرجع ونقول راهو عنده عمر معين فتوما خاطر هو اسمه بيق كاموفلاج كاموفلاج هو في الديرموغرافي كل تكنيك عندها اسم بالنسبه للشعر اللي تغطى اسمه تريكو بيغمونتاسيون تريكو بيغمونتاسيون بالنسبه للكاموفلاج معناتها الجلد سيغن والا كاموفلاج معناها نتاع سيكاتريس والا كاموفلاج برولور هذيك كاموفلاج احنا نحددوه حتى في الفيرجوتور كيما نشوفوا لهنا زيد 3D فهمتك باهي خلينا نرجعوا نحكيوا على كل ما هو جلده مدام كي تقولي انت لي سيغن بقايا على الحب مثلا يدخل في حكايه الكاموفلاج ولا نجمو بوسيبل هو فما دي تكنيك اخرين معناتها بيان سور تريتمون ديفينيتيف اللي هو ريفريش سكين لكن اللي تحب تغطي ومزروبه بار اكزومبل مثلا عندها مارياج ولا عندها تحب ما تقول لك انا ما نحبش نقعد معناها برشا تعمل الكاموفلاج معناتها هو الكاموفلاج راهو دي تان معناها فيه الالوان الكل معناتها تو تيب دو بو الالوان الكل متوفره نتاع تو دي تو تو سامحني تيب دو بو ونحن نحطوا اللون حسب البشره نتاعها بمعنى انت كي تشوف ما تشوفش عندها معناها مثلا سيكاتريس مثلا لي سيكاتريس داكني اللي تحكي عليهم انت توا معناتها لي تراس داكني فهمتي بوتون نرجو نحكيو ممكن بكل حاجه وشنو التكنيك اللي تمشي معاها نبداو مثلا نبداو باخر حاجه مثلا اللي هي التراس نتاع الحب خاص نتاع الحب عندنا ريفريش سكين والا كما قلت لك الكاموفلاج الكاموفلاج هو تغطيه معناتها نجي وناخذ برودوي سبيسيال حسب التيب نتاع البو هذيك ونحطوه ونغطيو به نكاموفليو به السيكاتريس هذيك معناتها اللي هي سيكاتريس داكني معناتها لي بوتون هذوك التراس نتاع الحبه البلاصه هذيك فوالا نغطيوها بالبيغمون بيغمون وقداش تقعد ما تقعدش من سيونس يلزمني وقداش تقعد المده بالنسبه للعامين معناتها حسب البو يعني نعملوا يا 3 يا 5 حسب التيب دو بو نتاعها كيف كيف في الخمس سنين معناتها قد ما تزيد معناها العوام قد ما تزيد البيغمونتاسيون معناتها لي كوش معناتها نتاع سينو فما تكنيك اللي تنحيهم جمله بيان سور اللي هي ريفريش سكين هذاك دي تريتمون للناس اللي نحكيو الكاموفلاج للناس المزروبين راه كاموفلاج للناس المزروبين والا تقول لك انا ما نحبش نحب نعمل كاموفلاج شفت حاجه اسهل هذا اللي نشوفوا فيه كاموفلاج احنا حكينا على لي سيرم كيفاش ممكن التقنيه الطبيه بلاسيدي لاغونيك لا هنا مانيش نعالجو صحيت فوالا لا عندي انا اللي نغطي وقاعدين نغطي وراني انا نغطي مانيش نعالج فوالا في التكنيك نتاع الكاموفلاج في الديرموغرافي اللي تشوفها لهنا جينا للسيغن غطيناها بنفس الكولور دو بو فهمت لكن الحاجه لافونتاج اللي هي في السيغن اللي هما يتغطاو لمده 10 سنين اوه اي فوالا تكنيك دي سيغن 10 سنين 10 سنين يبقاو مغطيين ما تراهمش فهمت فوالا معناتها حسب زيد مهما كانت التيب نتاع السيغن والتكنيك شنو هي لازير ولا شيء لا ماهوش لازير هو نفسها هي الديرموغرافي الديرموغرافي فاتوما هي راهي اباري هي سميوها خاطر هي اباري تعمل في 100 اكت ال 100 اكت هذوك قسموهم كل حاجه واسمها شنو قاعده كاموفلاج دي سيغن كاموفلاج فيرجيتور كاموفلاج سيكات انت تختار جوست لون البشره نيو سكين وايت سكار انت تختار لاباري البرودوي اللي تحطه لها وانت تشارجيها بالبرودوي اللي حاجتك به للاكت المعينه كلها ديرموغرافي باه وسيكاتريس مثلا العباد اللي عندهم سيكاتريس قلقتهم نتاع كيف كيف بالكاموفلاج 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 والا بالنيو سكين النيو سكين تقنيه تنحي السيكاتريس حكينا عليها قبل عندك حتوما كومبليتمون هذه كيما تشوف فيها هذه فهمتني في الديرموغرافي هذه في النيو سكين افون ابري نيو سكين هذيك معناتها هذيك تنحات كومبليتمون ما تغطاتش والتغطيه لهنا هل انت كيف تجي يجيك عبد اي سيكاتريس لازم تغطيها في التغطيه شوف فرق ما بين التغطيه وما بين التريتمون التريتمون العلاج معناتها فما حالات يلتجئوا للجراحه ولتجميل الجراح فما حالات عندنا نحن نخدموهم سوبرفيسيال في النيو سكين والوايت سكار اللي هما تقنيات جديده معناتها لازاله معناتها لي سيكاتريس هذوما معناتها نحيو بهم لي سيكاتريس ديفينيتيفمون لكن فما حالات معناتها في السيكاتريس كلهم نجموا نعملوا لهم كاموفلاج خاطر الكاموفلاج هو تغطيه معناها صحيح نحن جوست باش نغطيو مانيش باش نعالجو اما فما اللي يحب ممكن اغلى شويه في الفلوس يقول لك غطي لي واذا كان يقعد عوام سي ديجا بيان معناها صحيح والوقت زيدا مش كما انت باش تعمل تريتمون مش كما باش تعمل كاموفلاج الكاموفلاج تنجم في شهرين تكمل الكاموفلاج نتاعك فهمتني التغطيه تنجم تقعد قريب سامحني الكاموفلاج في شهرين العلاج قريب العام باش تكمل باهي توا فماش حاجات اللي نقولوا احنا كونتر انديكي فما عباد معينين اللي ما نجموش نعمل لهم تغطيه ما نجموش نعمل لهم كاموفلاج حاليا ما عندناش هما سي ديجا لي تكنيك هذوما اول ما بداو لي الكونسير
وي الناس اللي عندهم كونسير على نشفيهم ان شاء الله خاصه معناتها اللي عملوا ابلاسيون والناس اللي عاملين كونسير دو سان من غيره نرسموا لهم في الزيغول والحاجات هذوما باش هما يشوفوا روحهم عاديين ومن الكوتي بسيشيك اكثر من كل شيء صحيح. كيف كيف في تريكو بيغمونتاسيون تعاملت للناس اللي يعملوا شيميو الناس اللي معناتها نرسموا لهم حواجبهم ونعملوا لهم تريكو باش يبينوا ناس قدام الناس ما عندهمش شعر طايح لذلك معناتها هي في الاساس تعاملت سنسيبل برودوي اورجانيك للناس اللي هما سي ديجا سنسيبل ورغم نحنا هكاك ولينا نستعملوا فيهم للناس الكل ايه اللي هو ديجا سامحني معناتها مش لازم العبد يكون عنده سرطان ولا شيء لا 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 انا نعطيتك معناتها حتى واحد عنده سيكاتريس في وجهه ولا في ايده تقلق ولا ما نعرفش انا اسكو لوشيم مثلا فما عباد تعمل تاتو هذيك التاتو نحيوه بالدي تاتواج جمله يتنحى يتنحى كومبليتمون توا ديغنييغمون وليت فما قبل كان باللازيغ تما توا وليت عندي التكنيك اللي هي سي ار كا الكتريك وفما لونفيرس فهمتني هما دي تكنيك جدد جدد مازالوا كي خرجوا معناتها بدي زاباري بروفيسيونيل وبرودوي بروفيسيونيل ماهوش باللازر يتنحى كومبليتمون البو كيف كيف ترجع عاديه كاينك ما عملتش فيها تاتواج فهمت هذه معناتها حاجه اخرى زيد فاتوما اسم الحلقه اي بالحق اما الحاجه الباهيه اللي هي باللي تكنيك هذوما نتاع الكاموفلاج كيما نشوفها بعد عندها هذه فيتيليغو اي كيما هكا نشوفوا ناس اللي عندهم البوهيق الفيتيليغو ناس متقلقين برشا معناتها سواء كان في خدمه ولا في حاجه يجيو يغطيو لي زون اللي هما انتيريسي بهم سواء كان الفيزاج ولا اليدين ومن الناس اللي معناتها البرودوي هذا تعمل لهم هما خاطر البو نتاع الفيتيليغو بو سنسيبل معناتها ايبر ايبر سنسيبل لذلك هما تعملت لهم البيغمونتاسيون بالبرودوي اورجانيك معناتها سي ديجا احنا ما نخدموش سواء كان في السنتر في, في, في باريس وانت تعرف عندي سنتر غادي وهنا معناتها كيف كيف نفس البرودوي اللي هو برودوي اورجانيك ما نستعملوش برودوي شيميك في الحكايه هذوما خاطر البرودوي شيميك يتعمل كان في التاتواج نحن ما نعملوش تاتواج نحن نعملو في الكاموفلاج باراميديكال معقول برشا والحاجه الباهيه اللي اي عبد عنده مشكله ممكن في بشرته مقلقته ما عندوش حاجه كونتر انديكي خاطر هي حاجه طبيعيه وكل شيء دونك حاجه باهيه مادام اللي قاعده تقدم فيه كيفاش ينجموا يتصلوا بك باش يجيو يعملوا ممكن اللي مقلقوا حاجه في بدو نجم يتصل بمدام فاطمه لا يلقاو نوامرنا عندكم موجود معناتها نمرو نلقاهم توا على الشاشه وي فوالا نوامرنا نحن موجودين في 13 اوت مونفلوري في تونس موجودين في 17 في باريس معناها نوامر زوز يلقاوهم موجودين عندنا في معناتها عندك انت توا تشوفهم في على الشاشه ميرسي بوكو مدام فاطمه ما خليك معنا نحب نسالك مدام خممتش مره عندك سيكاتريس ولا حاجه مقلقتك اللي تقول خساره كان جا فما تكنيك تغطي ولا فما حاجه تغطي كنت راني مشيت وعملت وي بيان سور كامرات تونسيه بيان سور اي مراه تونسيه ديما قاعده تلوج على الجمال نتاعها بخلاف الفلوس اللي هي باش تساعدها باش تعمل الحاجات هذوما اللي هما دو نو جور 2021 وليت حاجه مهمه وعلاش ما نقولوش عليها ضروريه لجمال الكمال لله اكيد ومع الكمال الجزئي للمراه وخاصه المراه التونسيه فهذيك علاش نحن ديما سو كومبليت نكملوا بعضنا فيما يخص العقل والفكر والفلوس والانتربرونيا لكن في نفس الوقت حتى لا فام انتربرونوز ها جو كونفير لازمها تتلهي بروحها سواء ولدت سيزاريين حاجه لازمها تكون جميله داخليا وعلاش لا حتى الرجل يحب زوجته جميله وانيقه هذيك علاش ديما باش ندقوا بابكم باذن الله من عن طريقك انت يعطيك الصحه فريمون وانا كلي معرفه جميله جدا بها وهذه هي المراه التونسيه صحيح. اللي موجوده في تونس وموجوده خارج تونس صحيح يعطيك الصحه مدام ناجيه خلينا نرجع بحثها اللي شايف ومن بعد باش نرجع نحكيو على المراه اللي تحب تعمل مشروع من دارها اكيد فاطمه باش نرجع ونبدو مع بعضنا في اطباقنا اول حاجه باش نشوفوا الشيف فتحيه شنو باش تحضر لنا اليوم اول حاجه الساعه باش نعمل العجينه نتاع الغافيول نتاعنا اللي هي 350 غرام فرينه ورده العاديه نحط عليها مغرفة قهوة صغيرة ملح أرطب ونجي نحط 200 ميلي ماء يغلي ونصب فوقها ونعجن بالمغرفة أنا المغرفة تاعي هذوما سبيسيال ولا مغرفة لوح نعجنوا بها نعجنوها حتى لين تولي نتحملوا نشدوها بيدينا باش نعركوها تبدأ عجينة يابسة ماهيش طرية ما تحطوش يديكم اللور راهي تحرق ما يغلي ونعجنوا به العجينه هذيا خاطر تطيب مرتين تطيب مر الاولى بالماء يغلي والمره الثانيه في القلايه تو نتبعوها كيفاش نعبيوها وطريقه نتاع حلينها وطويينها سهله ياسر المهم تنجحوا في العمليه هذه نتاع العركان
تعجنوها اللي تولي كلها عجينه متناسقه تعركوها ما نجمش نمسها تو خاطر مازال يغلي الماء في وسطها سخون ياسر. نحاولوا احنا نرجعوا لكم حتى نكمل نعجنها ونرجعوا مع بعضنا نوريكم كيفاش العجينه نتاعي متناسقه ونوريكم الفخس نتاعها وكيفاش باش نخدموها. يعطيك الصحه مشكوره شيف فتحيه. مشاهدينا انا كيف ما قلت باش نحضر لكم اليوم الطبق الاول باش يكون غراتان سهل برشا من غير صوص من غير حتى شيء معاه. هو باش نحضروا طبق ثاني باش يكون بسبسيه بالبسباس. كيفاش البسبسيه وغيره اللي هي مرقه بسباس يعملوها بعض الجهات في تونس مش الجهات الكل. المره فاتت شفنا سلطه بالبسباس، اليوم قلت لكم انا المنتوج هذايا باش نحاول نشجعوا في كوجينه الماتينال باش نعملوا به مرقه سهله وبسيطه باللحم مفروم فيها مكونات اخرى تو نحكي لكم عليها. خليونا تو مع الجراتان. الجراتان تاعي شنو حضرت له؟ حضرت له بتنجيله وقرع قصيتهم مكعبات خشان وحطيتهم في الكوشه مع شويه زيت معناها نقولوا احنا ولا روتي دونك شويناهم في الكوشه بمنطق اخر دونك هذوما حاضرين امورهم واضحه. معاهم هما عندي هنا حكه نتاع طماطم صوص طماط صوص بيتزا حاضر باش من عند سيكام صوص بيتزا هذه اللي هي طماط مفوحه تجي مريقله بالبازيليك باللوريغون باللي تحبوا وتشتهيو دونك تقدمها لكم سيكام من اعز انواع الطماطم اللي تنجموا تخدموا بها في الكوجينه نتاعكم. لي بيتزا كيف كيف حتى لي برو تساعدكم برشا الناس البروفيسيونيل في الخدمه هذه تسهل عليكم برشا وتربحكم في الفلوس وفي الكو وفي التكلفه نتاع الخدمه. دونك انا هذاك علاش حاضره معاي صوص بيتزا من عند سيكام المفوحه باللوريغون وبالبازيليك بالاحبق. دونك هنا لوريغون هو الزعتر الملكي. هنا باش ناخذ هالصوص هذه نتاعي باش نحط منها شويه في القاع مش صبها الكل شويه بركه هكا نفرشها في القاع بالقدا فوق منها باش نبدا نرصف كعبات البتنجاله والقرع اللي انا شويتهم في الكوشه. فيما انا رصفتهم ورجلت لهم امورهم هذوما الكل نرجعوا بحظه فاطمه بعد شويه تجيوني نكملوا مع بعضنا طبق الجراتان اللي هو سهل وبسيط ومكوناته موجوده في كل دار. نمشيوا لفاطمه السويد. مشكورين لي شيف. خلينا نرجعوا نحكي مع مدام فاطمه ناجيه بلوتو فاطمه حكينا مع مدام ناجيه بن هلال اللي قلت مستشاره في تطوير المشاريع ورياده الاعمال. مدام كيف تقولي المراه تعمل ولا الشاب ولا الراجل اللي ما مقاش خدمه ممكن ولا حتى الغوتريتي ساعات الغوتريتي يحبوا يقعدوا في الدار يعمل حاجه ما يحبش يقعد وكها ويبدا يسكر في الضوء في الدار وكها لا يحب يعمل حاجه نافعه. كيفاش تقولي من الدار نجم نعمل بروجي نجم نعمل افاري افاري من داري وي سليما كيفاش يعمل السبرينغ بورد نتاعو كيفاش يعمل بوان دو ديبار كيفاش يعمل نقطه الانطلاق اللي هي تنجم تكون انطلاقه جديده في حياته على خاطر المثل التونسي الفرنسي يقول لك انا توس لو دواي اون دوزيام ديبار الكلنا عندنا الحق في بدايه اخرى او انطلاقه اخرى سواء كان بعد الغوتريت سواء كان ما عنديش فلوس. تقول لي دكتور نجا كيفاش انا ما عنديش فلوس نبدا مشروعي في داري. نقول لك ساعه اول حاجه قبل كل شيء لازمك تاخذ الانيسياتيف القرار باش تبدا مشروعك خاطر لو فيت سكو تقول مشروع تقول خروج فلوس تدخيل فلوس. يظهر لي السادة المشاهدين سمعوا تدخيل فلوس ما سمعوش خروج فلوس. الا نقول لكم وي فوالا الناس الكل تحب دو نو جور كيما قلت لك الناس الكل تحب تعرف انت ظروف والازمه والكورونا والدنيا الكل برشا ناس نحكيو في الواقع التونسي برشا ناس ولات محتاجه سالير دوبل وفما برشا عباد. الو احنا نحكيو على بليزيور كاتيجوري من العباد حتى الناس اللي قاعده تخدم وتحب تزيد في الراتب والا الجيبه من الناحيه الماليه باش تعمل دخل فلوس وتلبي طلبات وليداتها وبنيتها وتمشي تتفرهد وتحاول. اعطينا السر مدام تو هذا الكل نعرفوه اعطينا السر كيفاش النقطة الأولى اللي هي لازمك ساعة تاخذ قرار بينك وبين روحك وهذا محتاجة ثقة بالنفس سيلف كونفيدنس اللي هي لا كونفيونس ان سوا. تقول أنا اليوم قررت باش نحل مشروع هالمشروع هذايا باش نعطيه ديزاستوس كيما فما في المطبخ معناتها شايف محليها والكل حتى نحن زيدا عندنا ديزاستوس نعطيوها للمراه التونسيه ولا اي حد باش يبدا لو بروجي نتاعو في دارو. الحاجه الاولى ساعه سبحان الله احنا ربي خلقنا اي انسان منا فيه هوايه
فانا جو في سيتي الهوايات حسب اللي نعرفهم حسب اللي شفتهم ككونسلتانت العباد اللي جاوا قدامي وخذوا استشارات من عندي ونصحتهم. عندك هوايات سواء كان في الرقص في الغناء في الكتابه في الشعر في لاكويزين في الباتيسري في معناتها فما برشا هوايات لازمنا اول حاجه نكتشفوهم في رواحنا. فالهوايات هذه اول نقطه نصيحه من عند دكتور نيجا ونقول لك لازمك تحولها الى مشروع. بير نتاع فلوس. تقول لي بير واو باي نقول لك اي بير نتاع فلوس. علاش؟ على خاطر من الهوايه نتاعك تنجم تدخل فلوسك. ثاني حاجه هالهوايه هذه لازم نخدموا عليها، لازم نحاولوا نطوروها بالفورماسيون ابسوليمون باللي فورماسيون بالاستشارات مثالش حتى زيد والدينا راهو نسمعوا كلامهم برشا على خاطر كلام والدينا ماهوش شويه باللي ستاج على شلاه تمشي تعمل دي ستاج عند ناس اخرين وتربح الخبره نتاعهم ويعرفوا من اين تؤكلوا الكتف هذا هو ومن بعد يبدا هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة نزيدوا ندخلوا في لي ديتاي. إذا أنت بديت المشروع وحددت الهوايه نتاعك وبديت تسقل فيها وبديت تخدم عليه، ناخذوا هوايه من الهوايات. وبما انه احنا اليوم ضيفات محلينا ان شاء الله نكونوا خفيف هكايا مع الشيف والكل، ناخذوا هوايه الطبخ. هوايه الطبخ هذه كوم اكزومبل اليوم ناخذوها فنبداو نطوروا فيها. بيان سور القرار الاولاني فاتومه ماهوش ساهل على خاطر باغ اكزومبل دكتور نيجا باش تولي امراه اعمال مش بالساهل. كي خذيت قرار كان يوم نقول لك رعب. علاش؟ باش نقول لكم علاش؟ باش تقول لي دكتور مش ساهل. وي خاطر فجاه باش تاخذ قرار النهار هذاك لا عاد فما تامين صحي. صحيح انت باش تخرج من خدمه باش تولي تحل بزنس وحدك باش تدخل منه فلوس. لا عاد تامين صحي لا عاد اجازات لا عاد فاكونس لا عاد هذه الكل باش تستغنى عليه. تولي مسؤوله على برشا حاجات عاملة. على ممكن الناس تخدمهم معاك على السنس تاعهم هما وغيره. هذيك النقطه الثالثه انك تحاول انه انت تعمل ديفيزيون توزع المهام باش تنجح في العمل نتاعك سواء كان برودوي ولا سواء كان سيرفيس خدمات. تحاول توزع المهام ما تحاولش تخدم. مع تحياتي لطفي العبدلي لوين منشو كان في المسرح فما وين منشو لكن في الخدمة في العلاقات في البزنس فريق. ما فماش الواحد فقط لازم توزع المهام وما تخدمش وحدك لانه اللي يخدم وحده ما ينجحش. صحيح. فالحاجات هذيا لازم تطورها في روحك وبيان سور ان شاء الله في فرص اخرى نزيدوا نعطيهم دوتخو استوس. لكن الاستوس المهم انك تكتشف اي شخص يحب يبدا البزنس نتاعو من داره لازم يكتشف الهوايه نتاعو اللي هي باش تخليه يدخل فلوس. هاني عطيتك حاجه حاضره عندك. قولي دكتور هي كيفاش ندخل بزنس؟ لا نقول لك هاو هوايتك هذه ابدا دخل منها بزنس. كما قلت لك سواء رقص سواء معناتها تشوف نرمين معناتها اصفر وتوا محظوظين دو نو جور لانه احنا قبل ما كانش عندنا لا تكنولوجي والفيسبوك. يعني راهي الحركه هذيك بالنسبه لزيكنبرغ هذا الشيء عليه شو نقول لك توا قبل نقولوا احنا خدمه في الدار ديما نلقاو المراه تعمل ملسوقه تعمل الحلالم فهمت برغم ان الملسوقه والحلالم ولات تتباع على انستغرام لي ريزو سوسيو فهمتك. هذوما الحاجات اللي كنا نبداو بهم توا ولات بالانستغرام والفيسبوك وغيره نجم تبيع حتى برودوي لعبد اخر. اما بيسكو انت تعرف تحكي وتعرف تبيع تولي تنجم من دارك تنجم تبيع وتاخذ كوميسيون نتاعك. فوالا هذا من الحاجات اللي تدخل في الماركتينغ ديجيتال. ما نصعبوهاش على الساده المشاهدين صعيبه ماركتينغ ديجيتال سي فغي مع احترامي للي فاك وانا نقري في اللي فاك لي بروف يونيفرسيتير تتقرى معناتها اعوام واعوام لكن هذا ما يمنعش اللي هو هوايه واللي هو ينجموا يتعلموه ويديفلوبيو رواحهم. نحكيو باللهجه التونسيه يقول لك شبيه دكتور قول ديفلوبيو يسو ديفلوب ميسالش يطوروا من رواحهم ويعملوا ينميوا هالدون اللي عندهم الهوايه ولا الباسيونس نتاعهم باش ينجموا يبيعوا بها عن طريق لي ريزو سوسيو وتولي خاطر زوكنبرغ راهو اللي هو بارمي لي بلياردير في العالم كل تاتش كل توش انت تعملها منهم الوالده تحياتي ليا هكا التوش هذيك يدخل منها فلوس. علاش انا اولى زاده من زوكنبرغ؟ الوغ انا بدي كل توش اي حد
يتوشي الهوايه نتاعي في لي ريزو سوسيو نجم ندخل منها فلوس. بيان سور ان شاء الله في مواقف اخرى وان شاء الله في مراحل اخرى نجم نزيد ونعطيهم دوتر استوس باش المراه التونسيه. خليني نركز على المراه التونسيه مع تحياتي للرجل التونسي. واحنا بحثنا المراه التونسيه وعندها البروجي نتاعها. فاتنا وقت اللي حبيت تعمل البروجي نتاعك خممت فلوس، خممت هوايه، خممت شنو؟ كل شيء. كل شيء انت مغرومه معناها ديجا من انت تعرف من الاول انت معايا ملي بديت معناها كل شيء خممت ساعه ديما نحن نخمم زعما باش نوصل. هذا هو هذا اول سؤال. انا وقت اللي بديت نقرا نقول للمسيو نتاعي نقول له انا نحب نحل سونتر في باريس. يقول لي بتيت شويه انت راك بديت بقوه معناها الحمد لله. فهمت الحاجه اللي تقرا فيها انت توا في فرنسا راه ما يعرفوهاش في تونس. راهي حاجه جديده وانا بديت بالبيو انت تعرف باش عاونت روحي. انا عملت بروجي بيو فتو ما تعرف عملت مارك ديبوزي سميتها توتا بيو فهمتني فيها لي ويل تو باش نجمت نقرا في فرنسا خاطر ساكوت برشا غالي. وقتها بديت وديما نقول له رياض راني نحب نعمل بروجي في باريس. يقول لي سونتر في باريس. نقول له اي سونتر في باريس. لين بتيت ابتيت ريت فما برشا خوف كما قلت لك هو من الاول. انا راي كانت عندي الغلطه هذه ولتوا يمكن انا عندي راي الغلطه اللي كانت تحكي عليها الدكتور اللي هي انا نحب كل شيء يتعدى على يديا. حاجه باهيه بلوتو. تعمل لك برشا شارج. تعمل لك برشا شارج فتوما انا توا عندي تعرف عندي ثلاثه صغار. الصغار ما عادش عندي لهم وقت على خاطر انا نحب نجاوب على الانستغرام نحب نتفقد الباج عندي راه ماك تعرف شكون لي لكن انا نحب كل شيء. كي يقولوا لي اعطينا لي ريبونس نقول لهم ما تعرفوش تجاوبوا كما انا باش نجاوب خاطر ديما قعدت عندي الدوت اللي راهو اللي نعمل فيه ما همش فاهمينه باللي نطلع في التيلي باللي نحكي باللي تعمل فورماسيون لناس اخرين. فاطمه لا طلبوا مني برشا نحس في روحي مانيش باش نعطي توا خاطر انا مازلت قاعده نقدم. انت تعمل ديجا في دي فورماسيون صحيح انا مازلت معناتها وصلت للماستر توا وكل لكن مازلت قاعده ندور. انت تعرف فاطمه انا ديغنييغمون مشيت للبريزيل عملت فورماسيون عند رودولفو وبعديك مشيت للمانيا مشيت تنقلت معناتها فماش كونغري ديغنييغمون كونغري في باريس انا كنت حاضره فيه معناتها ديما نحضر ونحس روحي مانيش باش نعطي كيما انا وقت اللي نحب باش نعمل ايكول خممت خممت اللي باش نعمل ايكول في تونس تكون معناتها اومولوجي الديرموغرافي خاطر حاجه ما فماش ريت مخي يمشي بيه البعيد لكن ديما فما الخوف من داخل. لا الخوف قالت لك تنحيه مدام ناجيه فوالا سي سا لازمك تنحي ديما تعرف ديما تخاف في البروجي خاصه قد ما تحس علاش تخاف لا ما ربي مسهلها وقد ما تنجح قد ما تخاف. والنصيحه الاخرانيه بون هي مش ان شاء الله تكون مش الاخرانيه فما سمارت جولز الاهداف الذكيه هذه نصيحه لكل المشاهدين نقريوها في الاداره سمارت جولز اللي هي تحب تنجح في حياتك في اي حاجه في حياتك الشخصيه في حياتك العمليه حتى باش تسال سؤال لزوجك باش تعرف منه معلومه حاجه هذوما الاهداف الذكيه قبلها فما الفيزيون وفما الميسيون محليها هي خمت في رؤيه رؤيه هذه تنجم تصير وتنجم اللي هي تحب تحل لكن الاهداف الذكيه من ضمنهم سبيسيفيك تسال اربع حاجات تو تعرف الديفو نتاعك وين من غير ما تمشي لحتى حد المتى الاين الكيف واللماذا. ينجم يكون اللماذا مريقل ينجم يكون الكيف مريقل ينجم يكون المكان أين مريقل لكن الوقيت اللي أنت ناوية تعمل فيه الحاجة هذيك مهما كانت وما نعرفش كل واحد منكم باش يخمم المتى تكون سافابا على الموضوع الكل او الهدف لوبجيكتيف اجلوه شويه فما حاجه نقولها فتوما خاطر هي ديغنييغمون باش تهبط في الام 6 معناها الكل انا اول تونسيه تعمل سون ديغموغرافي راه في باريس انا وقت اللي مشيت معناها وقدمت الدوسي نتاعي معناتها شامبر دو كوميرس وكل المحامي قال لي راك اول تونسيه دخل شاف لي ستاتيو وكل قال لي راه ما فماش توانسه فما اللي قارين لكن ما حلوش يخدموا عند شكون انا توا معناتها باش نعمل سي ديجا معناتها انونس باش نعمل معناتها حاجات خاطر نسكي حليت انا ما عنديش توا ست شهور معناتها اول تونسيه تحل ديرموغرافي في باريس اول تونسيه. ربي يبارك لك وان شاء الله بالتوفيق ويعطيك الف صحه وتحبوا تنجحوا كما دام فاطمه جو تعداو معنا في الماتينال. تعداو معنا في الماتينال بالبروجي نتاعكم قلت ربي كل شيء يسهل. تذكر تقول لي انت كل ما تجي تمشي لفرنسا تعمل بروموسيون فوالا نجي نقول راني ماشي عندي كذا معناتها بالحق دونك نمشيو نرجعوا بحثنا للشيف ونكملوا حلقتنا.
اكيد فاطمه راجعين مع بعضنا نستناو فيكم باش مشاهدينا ياخذوا تفاصيل نتاع وصفاتنا اللي حضرناها. قلت لكم اليوم انا حضرت لكم وصفه سهله بسيطه كيف كيف الشيف فتحيه اختارت حاجات ماهيش غاليه ونجموا ننفذوها في الدار. جست ركزوا معها نبداو الوصفه المواليه اللي هي باش تكون حلوه. الوغ الوصفه المواليه اللي هي التويل. التويل يلزمنا 100 غرام سكر الاحمر هذا الكامل، راهو الاحسن كي تستعملوها بسكرها الكامل هذا. 100 غرام من السكر هذا، 150 غرام ابيض عظم سهله ياسر وبسيطه، 50 غرام فارينه سبيسيال جاتو ورده، كل نحطوها على بعضه. حطيت انا باكو سكر فاني في السكر نتاعي، ونجي ونحط 150 غرام جلجلان احمر، هذا الكل نخلطه. كي تخلط مليح مليح، عندي حطيت نذوب في 150 غرام زبده، نصبه فوق الخليط نتاعي، بعد نذوبها ما نخليهاش سخونه تغلي، لازم تهجع شويه، نصب فوق الخليط نتاعي، ومن بعد نوريكم كيفيه نتاع حطان لي تويل وكيفاش يتيبوا ويخرجوا. سهله ياسر، بسيطه برشا. فوالا، يعطيك الصحه شيف فتحيه، مشكوره. مشاهدينا انا معاكم مكمل في الغراتان اللي قلت لكم اليوم ما يتكلفش وسهل وبسيط وسريع خاصه. بعد ما تشوي البتنجيل نتاعنا والقراع حطينا له كيف ما قلنا في القاع شويه صوص بيتزا من عند سيكام مفوحه حاضر باش فوق منها. انا فرشت فرشه بتنجيل وفرشه قراع حضرتهم، هذوما مكعبات مشويين حاضر باش. دونك شنو باش نزيد فوق منهم؟ انا هوني باش نزيد فوق منهم تن، عندي تن الموجة محضره، الحكة الحمراء هذه اللي هي بالزيت النباتي سقطرت الماكسيموم التن نتاعها. ناخو شوفوا هناك بارك الله كيفاش فصوص كاملين، نحاول انا نريشهم شوية شوية باش يتوزعوا لي على الوجه نتاع الجراتان اللي قاعدين نحضروا فيه. هذا الوجه نتاع القرع والبتنجيلة اللي شويناهم كيف ما شفنا، نحاول هكا بشوي بشوي نفتفتوا خاطر ما شاء الله يجي فص كامل. دونك هذايا تن الموجة اللي بالزيت النباتي، شوفوا حتى اللون نتاعو محلاه، دونك اكيد باش يعطينا نكهه ممتازه في وسط الجراتان اللي قاعدين نحضروا فيه. شفنا جراتان بالتن هذه بسيطه وسهله، في عود نقعد نطيب له اباري والصوص وكل شيء. هاكا بحاجات سهله وبسيطه ومتوفره في كل دار، يكفي ان تكون عندك صوص بيتزا من عند سيكام، تحضر بشاميل نتاعك شويه قراعه شويه بتنجاله، وما تنسوش التن البنين من عند الموجه اللي هو باش يعطيكم نكهه وسورس دو بروتيين في وسط الطبق هذايا. فوق منه باش نزيد نفرش شوية صوص بيتزا من عند سيكام، هالصوص اللبنينة هذية اللي تشوفوا فيها هكا، نحاول نوزعها شوي شوي تزيد تفوح لي أكثر. هي مفوحة بالأحبق وبالزعتر الملكي بالبازيليك واللوغيغون، دونك شوفوا كيفاش تفوح بالحق، ريحتها ياسر بنينة. نغطي بها الوجه الكل هكا ومرنا واضحة. دونك هذية طماطم كملنا منها، نحاول نفرشها أكثر شوية باش تتوزع بالقدا بكيفيه متعادله تكون هكا. دونك هكا هذايا هوني باش نشقها شويه شويه بالمغرفه، شقه بسيطه هكا، وناخو البيشاميل نتاعي. وصلنا للبيشاميل، عندي هوني بيشاميل حضرناها، خذيت 80 غرام فرينه 80 غرام زبده ذوبتهم مع بعضهم، سخنوا هما، صبيت عليهم شويه ملح فلفل اكحل، ومن بعد زدت عليهم الحليب وهو بارد، حطيتهم على النار بيان سور يغليو، امورهم واضحه. هكا البيشاميل نتاعي حضرت، نشوفوا كيفاش لونها مزيان، باش ناخذ منها بلوش ونفرش على الوجه بهالطريقه. اللي يحب ينجم يزيد شويه كبار في الجراتان هذايا، يجي بنين يخلطوا مع القرعه ولا حتى مع الصوص بيتزا تاع السيكام، يتخلط معاهم ويجي بنين برشا الكبار، يعطيها نكهه ممتازه مميزه شويه. دونك هذايا البيشاميل فرشناها على الوجه، اشنو تبقى؟ تبقى لنا الفخوماج. اليوم اخترت الغريير من عند مرياح اللي جينا امبالي حاضر باش كيف ما تشوفوا فيه، الفخوماج غريير رابي اللي هو 100% حليب، نكهته بنينه برشا ونكهته عالية. أنا يعجبني في لي غراتان اللي كيف ما هكا في قلبهم ولا على الوجه نتاعهم باش يذوب من بعد ويعطينا تحميرة مزيانة. هذايا الكغيير من عند مرياح. أنا باش نحط الغراتان تاعي يطيب في درجة حرارة 200، نخليه مدة 25 دقيقة ويكون أحضر، 20 دقيقة 25 دقيقة ماكسيموم يتحمر الوجه نتاعو، يكون الغراتان تاعنا حضر. وشفنا في وقت قياسي وديتكم بطبق
ما يتكلفش. نمشيو الفاطمة السويد ونرجعوا بعد شوية لكوجيناتنا، ننطلقوا في إعداد البسبسية اللي قلت لكم مرقة نتاع بسباس تتعمل في بعض الجهات في تونس، كل واحد كيفاش يعملها. أنا اليوم باش نقدمها لكم بطريقتي الخاصة. خلينا مع فاطمة السويد، خلينا نخرجوا فاصل من بعد نرجعوا نحكيوا على مسيرة مدام زينب البرقاوي، كما زادا باش نشوفوا بسام البنبلي ايش نوع محاضرين اليوم. فاصل ونرجع. ظلت الأحباب والجارة على الخير تلمينا، غمزة وضحكة وتبارة على عزاز علينا. يا اللي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا، والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. كل عزيز نعطي كارة ونودك يجينا، سيكا مية العمارة وبسرها تزهينا. ياللي بك فرحتنا تحلى بك قعدتنا، والعشرة جمعتنا قوتنا في لمتنا. وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا، ومن مزارعنا نجمعوا حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة، ونزيد نقف عليه في مصنعنا الضمان جودته العالية، خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا. صناعة الأجبان، أجبان مرياح سرها صنعة اليدين، حرفة واتقان كل العاملين. وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة، كل شيء محسوب باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين، ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه، ياخو وقته وبلاستو، ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم. وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتوا، على خاطر بينا أمنتوا وعلينا عملتوا. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفتي توسر تن البدر وهل يخفى القمر. انت الحرة بين نساهم، انت الفن وانت للاهم، تصنيفك تفوت قداهم وتشفيهم من نار القايدة. طيب نقلي ولا نشوي، معونة كله ما يرسقش فوق الغاز ولا في الكوشة، كي تغسل ما يتجرحش. هذا المعون وهذه أحسن جودة، خلي الناس تشوفه معنا تعرف الفايدة، أحسن ما في السوق والباقي العيلة، بيديك انتي تحفل وتمنى المايدة. OMS Cuisiner autrement.